الأخبار من ATV العدالة وفيها: افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة الثلاثاء 31 من أكتوبر. تعرض أحد أنظمة وزارة المالية لمحاولة اختراق. طلاب المتوسط والثانوي يلتحقون بقطار العام الدراسي. بيان خليجي بشأن تطورات اتفاقية تنظيم الملاحة في قور عبد الله. ATV العدالة تتفق مع شاشة لنقل كافة مباريات دور زين. ومن العناوين إلى التفاصيل: اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي 17، وذلك يوم الثلاثاء 31 من أكتوبر المقبل، وقرر رفعه إلى سمو ولي العهد. أعلنت وزارة المالية تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق من خلال فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة. وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، موضحة أن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي. وأضافت الوزارة أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات، مبينة أنه جاري تقييم مستوى محاولة الاختراق. نفت وزارة التجارة والصناعة صحة ما تردد حول تعرض أنظمتها الإلكترونية إلى اختراق، مؤكدة أن أنظمتها مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد. وأوضحت التجارة أن ما يتم على شبكتها الداخلية هي صيانة دورية للأنظمة، مؤكدة أن معاملات المراجعين مستمرة كما هي. وذكرت أنها أنجزت اليوم أكثر من 39 ألف معاملة عبر الأونلاين تقدم بها المراجعون من خلال أنظمتها الإلكترونية. وصل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع جولاته التفقدية على المدارس مع انتظام بقية طلبة المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والبالغ عددهم 381,488 متعلم ومتعلمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن الوزير تفقد سير العمل في المدارس والتقى بأهل الميدان التربوي للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم ومشاركة أبنائه المتعلمين فرحة العودة لمقاعد الدراسة، والتأكيد على أهمية توفير وتهيئة البيئة المناسبة لهم وخلق روح الإبداع والتنافس لديهم. أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تأثر بعض شركات الاتصالات بضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها نتيجة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات. وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها في منصة إكس أنه جاري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة، وذلك لاستعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية برئاسة عبد الله المحري على طلب مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع. ووافق المجلس على تخصيص وإنشاء مركز صحي ثاني متكامل في منطقة عبد الله المبارك، كما وافق على طلبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصين بتوسعة حدود مسجدين، كما وافق المجلس على تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة القادسية وتخصيص مسار كابلات أرضية بمنطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية.
شارك وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الأحد على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكدا المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833. أقلعت الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار دانيال. ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذاً للتعليمات السامية الصادرة من القيادات السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة. أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة برنامجها التثقيفي المشترك بحضور البعثات الدبلوماسية في البلاد بهدف شرح الآليات المتبعة لدى الهيئة ووزارة الداخلية لحماية العمالة الوافدة. وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة الدكتور فهد المراد في كلمته خلال البرنامج الذي يستمر يوما واحدا، قال إن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع مختلف الأطراف المعنية بالعمل والعمال وعلى رأسهم المهنيون في سفارات دول العالم لدى الكويت. واستعرض المراد خلال البرنامج أعمال وجهود الهيئة المرتبطة بحماية العمالة في الكويت من خلال استعراض آليات العمل التنفيذية التي وضعت من أجل حماية العمالة في القطاع الأهلي. احتفلت الهيئة العامة للبيئة باليوم العالمي للأوزون مشيرة إلى حرص واهتمام المجتمع الدولي على معالجة ظاهرة التغير المناخي وإصلاح النظام المناخي وحماية كوكب الأرض وصولاً لاستعادة توازنه. وأكدت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في كلمة لها خلال الاحتفالية التي أقامتها الهيئة بعنوان قصة نجاح يجب أن تروى، أكدت حرص الكويت ممثلة بالهيئة وغيرها من الجهات المعنية في هذا الشأن إيمانا منها بأهمية المشاركة في معالجة هذه الظاهرة والقيام بالوفاء بالتزاماتها وتفعيل دورها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة الخاصة بحماية طبقة الأوزون. أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون دينار كويتي. وقال المركزي إن قيمة الإصدار الأول بلغت 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر بمعدل عائد 4.5%. وأضاف أن قيمة الإصدار الثاني بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 4.375%. اتفقت قناة اي تي في العدالة مع منصة شاشة لنقل مباريات دور زين فضائيا، فيما كشفت المنصة عن أن البث الرقمي سيبقى حصريا لديها. وكانت منصة شاشة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لشراء حقوق نقل مباريات دور زين، حيث تم نقل مباريات الجولتين الأولى والثانية عبر المنصة. يأتي ذلك فيما أعلنت شاشة في وقت سابق عن انضمام المعلق الإماراتي الكبير علي سعيد الكعبي بشكل رسمي إلى فريق عملها للتعليق على منافسات دور زين لكرة القدم، وذلك ابتداء من الجولة الثالثة.
توج الإنجليزي جود بيلينغهام نجم وسط ريال مدريد بثاني جوائزه مع ريال مدريد بعد انضمامه للفريق هذا الصيف. ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فقد توج بيلينغهام بجائزة لاعب شهر أغسطس في صفوف الميرينجي. وخاض بيلينغهام 3 مباريات مع ريال مدريد في الليغا خلال أغسطس الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع آخر. ويتصدر اللاعب الإنجليزي قائمة هدافي الليغا هذا الموسم برصيد 5 أهداف بعد مرور 5 جولات. وكان بيلينغهام قد تحصل على جائزة لاعب الشهر في الليغا، وذلك قبل مباراة ريال سوسيداد. نال لاعب النصر رونالدو وفريقه النصر استقبالا اسطوريا في مدينة طهران الإيرانية فور وصولهم، استعدادا لخوض مباراتهم أمام بريس بوليس في دوري أبطال آسيا. ويحل النصر ضيفا على نظيره بريس بوليس الإيراني باستاد أزادي مساء غد الثلاثاء في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا. وتوافد العديد من الجماهير إلى مقر إقامة فريق النصر، بالإضافة إلى سيرهم على الأقدام بجانب حافلة الفريق من المطار وحتى فندق الإقامة، مرددين الهتافات باسم النجم العالمي الدون. وقبل ساعات من وصول بعثة فريق النصر، ظهرت لافتات في الشوارع ترحب بالنصر ب3 لغات مكتوب عليها أهلا وسهلا بالإنجليزية والإيرانية.